السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بالدعاء وفقرتنا المفتوحة اللي هنجاوب فيها على أسئلتكم مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. يا رب الستر والصحة لينا جميعا يا رب. احنا معانا تليفون، أول تليفون أم محمد. أهلا وسهلا. ازيك يا دكتورة دعاء؟ أهلا يا حبيبة قلبي، علي صوتك. أنا أم محمد. أهلا وسهلا، اتفضلي سؤال. تفضلي يا حاج، تفضلي يا ام محمد. انا بصلي الظهر والضحى والظهر والعصر كويس قوي، بس بنام لحد بقى بالليل وبصلي المغرب والعشاء وقيام الليل مع بعض. بتنامي لحد بالليل جدا. يعني ايه بتنامي لحد بالليل؟ عشان انا عيانه يعني. يا حبيبه قلبي الف سلام عليك. انا كفيفه على فكره. يا حبيبتي بصلي بس بسرعه، بس ما تعملنيش معاملة يعني عادية يعني. ايوه طبعا. انت بتقولي ان انت اشوف غلط ولا صح يعني اللي انا بعمله ده؟ يعني بصلي بسرعة جدا. لا براحتك، واحدة يا محمد بس عشان نفهم السؤال. انت بتقولي بتصلي المغرب والعشاء، يعني بتصلي المغرب بعد صلاة العشاء؟ لا المغرب والعشاء وقيام الليل بالليل الساعة 12. ايوه يعني المغرب بتصلي قضاء. لا مع بعض يعني، الاول المغرب وبعد كده العشاء وبعد كده قيام الليل الساعة 12. طيب قيام الليل هو اللي الساعه 12؟ ايه قيام الليل هو اللي الساعه 12 ولا المغرب والعشاء كله ورا بعض مع بعض؟ ما اعرفش بقى كده غلط ولا صح. ايوه يعني انت المغرب لما ياذن انت بتصلي الساعه 12؟ لا ببقى نايمه عشان انا يعني بتبقي نايمه يعني تعبانه. ايوه حاضر. ماشي الف سلام عليك يا حبيبه قلبي. هو اولا ربنا يشفيكي ويعافيكي. لازم يا اخوانا تعالوا ناخد شويه معلومات سريعه كده. من أفضل الأعمال الصلاة لوقتها أو الصلاة على وقتها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ده مهم جدا، إن أنا أول ما يأذن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فأنا الظهر لي وقت، العصر لي وقت، المغرب لي وقت، العشاء. وطبعا إحنا عندنا حاجة اسمها وقت اختياري والضروري، فإحنا مش عاوزين ندخل في المسائل التفصيلية دي وإن كان أصلا تحتاج إلى شرح، لكن الأصل أنا بصلي الصلاة لوقتها أو على وقتها كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل يجوز التأخير؟ لا يجوز التأخير إلا لضرورة، يجوز التأخير إلا لضرورة. طيب من غير ضرورة، ما فيش عذر مثلا، ما عنديش عذر، ما عنديش ضرورة، هل يجوز التأخير؟ لا. ورب العالمين قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. طيب ويل يعني إيه؟ ويل واد في جهنم والعياذ بالله، قعره بعيد. اللي بيدخل جهنم والعياذ بالله بيقعد نازل كده في النار كده 70 خريفا حتى يصل إلى هذا الوادي. طيب ده لمين؟ الله عز وجل يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس أي يؤخرون الصلاة عن وقتها، أي بدون عذر. طيب أنا عندي عذر مثلا، تعبان فنمت مش قادر أقوم، أو غصب عني ما قمتش إلا بعد خروج الوقت، فما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك إن هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. يعني اما انت ادم ما فرطتش فانت خلاص ليس اثم. ايه؟ مفيش اسم. انا غصب عني نايم او مريض وخدت برشام، فالبرشام ده تعبني جدا جدا وما قدرتش اصحى اصلا غصب عني، فقمت مثلا بعد صلاة العشاء. بعد صلاة العشاء هل اصلي المغرب؟ اصلي المغرب بالمناسبة، وده وقتها ليك انت، لاني احنا قلنا الوقت وقتان، وقت اختياري ووقت ضروري. فالوقت ضروري لأصحاب الأعذار، فأنت يا حاجة أدام مش قادرة وانت غصب عنك فقمتي مثلا، لكن إن قدرت اللي انت تقومي لا، يبقى الصلاة لوقتها ده الأفضل. الصلاة إيه؟ لوقتها. طيب أنا بأخر، اوعي تكون عادة، أنا خايف إن هي تكون عادة عندك وبالتالي احنا ندخل في خطر عظيم. لكن لو غصب عنك بتنامي مش عارفة تصحي، فهنا مفيش مشكلة وربنا يشفيك ويعافيك إن شاء الله بإذن الله. معنا تليفون أرزاق. أهلا وسهلا. أهلا يا حبيبتي اتفضلي. أنا عندي سؤالين لو سمحت. اتفضلي. أول سؤال عن مصر جوزي. بصي هي بقالها سنتين متجوزة، بس كل شوية بيحصل مشاكل وجوزها بيرمى عليها يمين طلاق. اتفضلي. فدوم ده حرام ولا حلال؟ بس هو بيقول انا بروح دار الافتاء بدفع كفاره يمين، بس هو كذاب، هو واحد كذاب، فاحنا مش مصدقين. طب هو بس معلش يعني، هو بيقول عليا الطلاق ولا بيقول لها روحي وانت طالق
ولا لا هي بيقول لها لو كانت خرجت غضبانة. من البيت تبقي كذا؟ يعني انا عاوز اعرف معايا. اه مع حضرتك. لا بص يا شيخ، هي كانت غضبانة فترة، فقام قال اتصل بحماية قال له يا عم الحاج بنتك طالق. قال له بنتك طارق كده وش كده. اه قالها له مرتين، طيب تمام، وقالها له. مرتين طيب ماشي ماشي. ها وبعدين؟ ومن قيمة يعني هو قال له مرتين، قال له مرتين في وقت واحد، اه يعني قال له بنتك طالق طالق كده صح؟ بنتك طالق. اول مرة بنتك طالق، واتصل تاني قال له بنتك طالق. في نفس الوقت يعني اه ولا بعدها بمدة؟ لا هو مفيش غير يوم ويوم، وهي لسه غضبانة. وهي غضبانة، فقامت اتصالحت ورجعت تاني. بس هو قال انا دفعت كفارة اليمين، بس ما حدش راح من عندنا من اهل البيت هنا، ما حدش راح معايا. طيب ماشي. انت بقى دي انت من حضرتك يومين تقربي لهم رمى عبرته عليها اليمين الطلاق تاني، انت قال لها حضرتك في تقربي لهم طالق. ايه؟ مرة اختها باين، انت تقربي لهم ايه؟ اختها اختها اخت انا مرات اختها، مرات اخوها. انت مرات اخوها. اه طيب هي فين اصلا؟ هي تحت عندنا. ما احنا لازم نسمعها صح؟ مش هو، ولازم نسمع الراجل اللي هو والدها اللي هو اتقال له ده. هو اتقال له ايه؟ قال له انت كذا او بنتك كذا صح كده؟ اه وبعدين طالع يا لازم عم نسمع الحاج. كلام الزوج. فبصي يا ارزاق، احنا دايما في البرنامج بنقول ان موضوع مثلا زي مواضيع الطلاق ما بتنفعش على الهوا، لازم تروحوا مثلا دار الافتاء او لجنة الفتوى. لجنة الفتوى بالازهر. بس مش هو بس اللي يروح، المفروض الزوج والزوجة يعني هي تروح معاه ويروحوا يتكلموا قدام الشيخ علشان هي تتأكد برضو بنفسها. ليه احنا عملنا الحوار ده يا اخوانا؟ احنا ليه بنقول الكلام ده؟ عشان انا عندي عدة شوية الفاظ ممكن يقول بنتك طالق، وبعدين قال له طالق 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 مثلا في وقت واحد، او قال له طالق وبعدين قفل التليفون وبعدين لسه متغاظ فراح رافع تاني قال له وبقول لك وبنتك كمان طالق تاني يعني. فاحنا مش عارفين طالق دي هو انت بتقولها وانت يعني في وعيك ولا مش في وعيك؟ يعني انت مدرك الكلام ولا مش مدرك الكلام؟ ما احنا الكلام ده هنسأله الزوج. هو ده لفظ صريح بالمناسبة، يقع الطلاق، يقع الطلاق بالشروط. هو انت في الوعي ولا لا؟ طب سيدنا النبي قال لنا لا طلاق في اغلاق، اغلاق اللي هو اغلق علي فمش عارف هو بيقول ايه، يقول لك والله مش فاكر انا قلت ايه اصلا، انا مش فاكر يعني. يقول له يا ابني ده انت قلت كذا، يقول والله ما فاكر، اقسم بالله انا ما فاكر. فهنا يبقى الطلاق وقع ولا لا؟ نقول له لا لا يقع. وبالتالي الاسئلة دي كلها لا بد أن يسأل فيها الزوج. اتنين، الزوجة لو هو بيقول لها. طب دلوقتي الحوار ما بين زوج وبين حماه، فنجيب الزوج والحما والزوجة كذلك الأمر، لأن ممكن تكون الطلقة الأخيرة، ممكن يكون مثلا ده نوع من أنواع الطلاق البدعي، وبعض مشايخنا في اللحظة الأخيرة كده يقول لك لا أنا ممكن ما أوقعوش مثلا على سبيل المثال، وبالتالي فلا بد من الذهاب إلى دار الإفتاء أو لجنة الفتوى بالأزهر كلنا هيلة بيلة كده ونروح ونسمع مشايخنا هيقولوا إيه هناك. دعاء أهلا وسهلا. السلام عليكم يا أستاذة دعاء. عليكم السلام اتفضلي. السلام عليكم فضيلة الشيخ أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا أستاذة دعاء، كنت عايزة أسأل الشيخ سؤالين. اتفضلي. كنت عايزة أعرف حدود تعامل الإخوات في الرضاعة، وهل هو نفس تعامل الإخوات في الشقايق ولا لأ؟ وحاجة تانية، لو أنا في الشارع مثلا بره واضطريت دخول الحمام، هل دخول الحمام بالعملات الورقية حرام ولا لا عشان صرف المساجد عليها؟ طيب ماشي. هو دخول الحمامات ممكن بالدخول بالعملات، بدفع جنيه بدفع 5 جنيه بدفع 10 جنيه، ده ملهاش علاقة، دي التنظيم، ده تنظيم أصلا بيبقى في عامل مثلا للنظافة بيجيبوا لا أدوات بتقول مثلا. لك بتقول لك يعني فكرها راح لبعيد قوي، ان مثلا الورقه مرسوم عليها الجامع، فهي بتخش بالفلوس دي معاها هي بتتكلم في على الفلوس المحفظه جوه الحمام. بتتكلم تمام. على الرسمه يعني. طيب هو عامه خلينا هرد على دي، لو هي بالفلوس فده امر تنظيم ما فيهوش مشكله خالص. طب انا داخل بالفلوس نفسها مفيش مشكله يعني، ما فيهاش مشكله خالص، ولا لهاش علاقه لا بالحرمه ولا بالكراهه ولا بأي حاجة أبدا على الإطلاق أصلا يعني. الإخوات في الرضاعة ولا يجوز للإنسان أن يدخل أصلا الخلاء بشيء فيه ذكر لله تبارك وتعالى، ده كراهة، مكروه مكروه. الحاجة التانية اللي هو الرضاع، الحدود إيه؟ لما نشوف هنلاقي رب العالمين بيقول حرمت عليكم أمهاتكم
وبعدين في سورة النساء، وبعدين يجي في الآخر يقول إيه؟ وأمهاتكم وأخواتكم من الرضاعة. خلاص؟ يبقى دي حرمة. الحرمة هنا يبقى لا يجوز للإنسان إن هو يتجوز أخته من الرضاعة. يجوز للإنسان للأخت أن تجلس أمام أخيه من الرضاعة كما تجلس أمام الأخ الشقيق، لكن ده نقطة بقى اللي هو إيه؟ افرضي الإنسان ده عينه زايغة، حتى لو أخويا، حتى لو أبويا، خلاص بقى عينه زايغة وحاسس إن هو مش مظبوط كده، وبعدين بيبص لي نظرات غريب، أقعد قدامه عادي كده؟ لا، ما تقعديش قدامه عادي، تتستري، يبقى في تستر. خلاص؟ طيب الأصل بقى دلوقتي لو أنا بقول لك طب خلاص أخويا من الرضاعة والدنيا زي الفل، فالدنيا سداح مداح، لا، يعني بعض الناس الآن يعني سبحان الله في قلوبها مرض، فاحنا نخلي بالنا من المسألة دي. ممكن اقعد مثلا قدامه بشعري عادي، مفيش مشكلة ان اخويا من الرضاعة، ممكن اقعد مثلا بنص كم عادي اخويا من الرضاعة. لكن لو حسيت ان هو بقى في عصر في وقت المراهقة ده، اقول لا، خلي بالك وانتبهي كويس جدا جدا، ما تقوليش اخويا حتى لو اخوك شقيق. يعني مش بنقول من باب الواجب ولا كده، من باب المحافظة عليك فقط، لا اكثر ولا اقل. لكن في النهاية حرمت عليكم، ففي النهاية ربنا قال إيه؟ وأخواتكم من الرضاعة. معنا تليفون أم كريم. ألو، أيوة اتفضلي. ازيك يا أستاذة دعاء؟ أهلا وسهلا يا حبيبتي، اتفضلي. أهلا وسهلا، أنا أم كريم. أهلا بيكي، من اسكندرية. أهلا وسهلا. ازيك يا شيخ أحمد؟ الحمد لله بخير والله. ازيك يا ام كريم؟ انا بحبكم قوي 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 والله. الله يديك ربنا الصحه يكرمك ويبارك في يا حبيبتي. عمرك يا رب. والله انا بحبك يا استاذه دعاء، وبحب الشيخ احمد، بحبكم قوي. الله يحفظك، ربنا يكرمك يا يا ربنا حبيبتي. يكرمك. الله يخليك. انا كنت قايله لحضرتك لما قلت لك ان انا تعبانه وعندي السكر، والدكتور قال لي ما تصوميش. ايوه، اللهم صل على النبي. وبحب ان انا اصوم، فانا ما اقدرش اصوم عشان اقوم. فانت، انا من يومين والله بتصل عشان مش عارفه، حبايبك كتير، ربنا يحبب فيكم خلقه يا رب، يا رب ويشتغل معاكم ويديكم ويرضيكم ويرزقكم ويحبب فيكم خلقه يا رب يا رب يا رب. فانا اللهم صل على النبي. سمحت اللي انت قلت لي تطلعي يعني كيلو رز، حق كيلو رز، صح؟ لا استني، دي واحدة. انا طلعت حسبتها، حق كيلو رز كان اياميها تقريبا ب 30. ماشي. بتتكلمي على زكاة الفطر ولا لا بتتكلمي صيام على رمضان؟ صح، على على رمضان، كفارة صيام رمضان اليوم يعني. رمضان عشان الفطار. تمام. فانت طلعت عن كل يوم كيلو رز بما يوازي فلوس يعني، فلوس وجبه يعني. فانا عطيت 500 جنيه، وابني دفع لي كمان 200، يبقى 700 جنيه. الواحده بتعمل طعام وبتفرقه صدقه، واللهم صل على النبي. وال 200 التانيين طلعتهم. يعني انت طلعت 700 كده صح ولا لا؟ حضرتك طلعت 700 كده صح؟ وفي سؤال تاني. طيب اتفضلي. اتفضلي يا ماما. وفي سؤال تاني. اتفضلي. انا لما باجي اصلي الفجر بدعي الكل، للقريب والغريب والولادي، ولو حد قابلني والنبي ادعي لي بدعي له، وربنا سبحانه وتعالى بدعي كله، لربنا يشفي كل مريض ويدي كل من كان ويرزق كل من كان. وبعدين بقول ايه بعد ما بصلي وادعي وكده، اجي بقى انام اقول ايه؟ يا رب يا رب، احلم بيك يا محمد يا رسول الله، واحلم بيك يا حبيبي يا محمد يا رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، واحلم بيك يا محمد يا ابنك فلان على جوز يعني. وفعلا كل يوم باحلم بيك، بحلم بيه وبيقابلني وبيكلمني، ومره يعني طعام، ومره يعني نطلع نشتري حاجات. بتحلمي بمين كل يوم؟ ام كريم بتحلمي بمين كل يوم؟ كل يوم بتحلمي بمين؟ بجوزك. بجوزك. عشان انا اشهر 48. ربنا الله يرحمه، الله يرحمه، ربنا يصبرك ربنا يا حبيبه يشفيك قلبي. ويعافيك يا رب. حاضر ماشي يا حبيبه قلبي.
طبعا اولا يا امي ربنا يشفيكي ويعافيك يا رب، ويجعل مرضك كفاره لسيئاتك ورفعه بدرجاتك، اللهم امين. آمين. مساله اللي انت بتطلعي 700 جنيه في رمضان ده عن الايام اللي انت ما صمتهاش، فخلاص ده واقع ان شاء الله، وربنا يتقبل منك وما تقلقيش خالص ان شاء الله، وربنا يتقبل يا رب العالمين. اما بالنسبه للدعاء فانت يعني سبحان الله القران كده قال: والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم، اللي هو يا رب اغفر لفلان وفلان والقريب والبعيد واللي راح واللي جاي. فانت عملت زي ما القران قال. وبعدين بقول يا رب احلم بيك يا محمد يا رسول الله يا سيدي يا حبيب الله مثلا، يعني دي معناها ايه؟ معناها يا رب اشوفك يا سيدنا النبي، يا رب اشوف سيدنا النبي في المنام. هو حد يعني دي دعوة جميلة جدا، وكونك بتدعي في اخر الدعاء بالطريقة دي مفيش مشكلة، يعني ان شاء الله نرجو ان الدعاء يكون مقبول باذن الله تبارك وتعالى، وربنا يخليك تشوفي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون الرؤية يعني مبشرة بإذن الله إن شاء الله، وربنا يرحم زوجك يا رب. آمين يا رب. معانا آية، أهلا وسهلا. ألو. أيوة اتفضلي. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. في مشكلة كنت عايزة أقولها يا فضيلة الشيخ علي. اتفضلي سؤالك، قولي سؤالك بسرعة. كان عندي مشكلة مع طريقي، واكتشفت بعدها إن هو يعني عنده سحر ممسوس. اللي حصل ان احنا اتطلقنا، وبعدها عرفت ان اختي حصل لها سحر واذى من الشخص ده، فهي اتعالجت وبقت كويسه وقعدت فتره كويسه ورجعت تاني تعبانه، وبقى عندها وسواس، يعني وسواس بيخليها تفكر في افكار غلط. فانا بعد كده اتجوزت وبقيت كويسة عادي، يعني ما عنديش أي مشكلة، بس بعد كده لقيت نفسي بتعب وبتجيلي الوساوس دي، وببعد عن الصلاة، وأعصابي بتتعب جدا، وكذا حد يقول لي ده في سحر في أذى ليكي، بس أنا مش قادرة أتكلم في أي حاجة من دي خالص، ومش قادرة أفكر أصلا إن أنا يعني أعرف إيه السبب. ماشي يا أي، ماشي حبيبي. احنا عشان عندنا يعني فصل انت دايما دايما يا اختي الكريمه عليكي بصوره البقره، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: عليكم بالبقره فانها لا تستطيعها البطله، خلاص مرضه الجن، فان شاء الله ربنا يحصنك ان شاء الله. عليكي بالاذكار الصباح والمساء مع الصلاه، مفيش حاجه اسمها مش عارفه اصلي، لازم تصلي ما فيهاش عذر، دي مع المعوذتين، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، وربنا يحصنك ويشفيك ويعافيك يا رب. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا وفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة فذكر، وبرحب مرة تانية بضيفنا الشيخ أحمد المالكي. أهلا يا شيخ. الله يخليك يا رب ويحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. يا رب. يعني احنا في أيام جميلة وأيام مفترجة يا أستاذة دعاء، وإحنا بس حابين إن احنا نذكر ببعض التذكيرات خلينا نقول النبوية. أولا احنا عندنا بفضل الله عز وجل الأيام دي أيام بقى أضحية، يعني إن شاء الله كل سنة طيبين، وربنا سبحانه وتعالى قال: فصلي لربك وانحر. وعشان تعرفوا بس يا اخوانا ان الاضحيه مهمه جدا. كان زمان يا استاذه دعاء كانوا بيذبحوا زمان قبل الاسلام، بيذبحوا يعملوا ايه؟ بيحطوا بيذبحوا الذبائح لايه؟ للاصنام. للاصنام. 360 صنم حول الكعبه، ده يذبح للصنم ده ويعمل للصنم ده وما الى ذلك. فيجي سبحان الله احنا بقينا نذبح شكرا لله تبارك وتعالى، وذلك ضحى رسول الله عليه الصلاه والسلام. احنا بقى محتاجين ان احنا نقتدي بسيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم، نضحي الوقت الحمد لله لسه محتاجين، اللي احنا ممكن اللي يقدر يضحي بخروف يضحي، اللي عاوز يشترك في اقل حاجه في سبع يعمل الكلام ده. سيدنا انس لما بيقول ضحى النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول ايه؟ وانا اضحي بكبشين. يعني سيدنا انس بيتبع سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث، وحديث عجيب جدا: من كان له سعه ولم يضحي فلا يقربن مصلى. يا للدرجه دي
يعني ده النبي عليه الصلاة والسلام محتاج اللي احنا نضحي شكرا لله، وعشان بقى ايه ناكل كمان الفقراء والمساكين وناكله ايضا. اوعى حد يفتكر ويقول وانا بطلع الفلوس دي ال 10,000 ولا 15 ولا اكتر ولا اقل، فده فلوس كتير. فسيدنا النبي يقول فطيبوا بها نفسك، يعني طلعها كده وانت قلبك منشرح، انت فرحان، انت بتعمل شعيره من شعائر الله عز وجل، وهتاكل منها. والايام هي ايام اكل بقى، كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول انما هي ايام اكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. نشوف أول تقرير خير في حلقتنا النهاردة مع مؤسسة فذكر ونرجع لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هنا من مزرعة العجول الخاصة بمؤسستنا العريقة مؤسسة فذكر. زي ما حضراتكم شايفين خلفي الخير، الخير اللي بادع حضرتك علشان تشارك معايا فيه، شارك معايا فيه بصك. وهقول لحضرتك دلوقتي قيمة الصك كام، لكن خليني قبل ما أقول لحضرتك القيمة أقول لحضرتك تعالى نحيي سنة نبي الله إبراهيم عليه السلام. نبي الله إبراهيم الذي قال الله له في سيدنا إسماعيل وفديناه بذبح عظيم. نبي الله إبراهيم اللي كان مثال في الامتثال لأمر الله عز وجل، لما قال الله عز وجل له في الرؤية، لما رأى رؤية ظن أنها أمر من الله أن يذبح ولده، لأن رؤيا الأنبياء وحي من الله عز وجل. وبعد كده أنزل الله عز وجل له وفديناه بذبح عظيم، ففدى نبي الله إسماعيل بكبش أملح كما جاء في بعض الروايات. ثم كانت بعد ذلك سنة لأمة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم اللي لما كان يوم الأضحى جاء في الحديث ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين، ذبحهما صلى الله عليه وسلم بيده وسمى وكبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا كما جاء عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من إهراق الدم، يعني بالذبح، وإنه ليؤتى بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فطيبوا بها نفسا، قال وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض. الأضحية يا أحباب تطيب النفس، الأضحية تذهب الحزن، الأضحية تنقي القلب. نعم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو من علمنا ذلك، قال صلى الله عليه وسلم فطيبوا بها نفسا. تعالوا لتطيبوا نفسا معنا مع مؤسسة فذكر، نقدم لكم هذه الأضحية سواء من العجول أعزكم الله أو من الخرفان والنعاج ونحو ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى يا رب يتقبل مني ومنك. ولذلك نقدم لك هذا الأمر السهل جدا، أقل الأضحية أن تكون سبع، أن تكون سبع مثلا، سبع العجلة أعزك الله. لذلك نقدم لك هذا الصق من 10,000، سعر الصق في مؤسسة فذكر من 10,000 إلى 13,000، وهذا التفاوت بسبب اختلاف الوزن. كذلك سعر الصك في الخرفان أعزك الله من 15,000 إلى 20,000، من 15,000 إلى 20,000 صك الأضحية من الخرفان، ومن 10,000 إلى 13,000 سعر الصك من العجول أعزك الله. لو عايز تساهم معنا وتحيي سنة نبي الله إبراهيم وسنة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وتدخل البهجة والفرحة على الفقير وكذا على الحبيب وكذا على أهل بيتك، لأن إهراق الدم يكون للرجل عن أهل بيته جميعا، تستطيع بسبع فقط، سبع عدل، أن تضحي عن أهل بيتك، عن أهل بيتك جميعا. إذا أردت ذلك انظر أسفل الشاشة هتلاقي أرقام المؤسسة، مؤسسة فذكر، صور الأرقام أو اكتبها واتصل بينا علشان المندوب بتاعنا يصلك أينما كنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني طبعا من أحلى الأوقات والأيام والشعائر الأضحية طبعا، وعشان كده سيدنا النبي ضحى بنفسه عليه الصلاة والسلام، وكان يقول للسيدة عائشة اشهدي أضحيتك. طب أنا مش قادر، مسافر مثلا ونفسي أضحي ولا بتاع، هل يجوز يا مولانا أن أنا أوكل
يعني اعمل توكيل صك اللي هي الصكوك دي، فذكر اقول لهم والله انا وكلتكم وكذا. ينفع. طب ينفع انا محتاج ان انا اكل من اضحيه؟ ده انت لسه بتقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ده انما هي ايام اكل وشرب، وربنا سبحانه وتعالى قال فكلوا منها. ولا ينفع اكل؟ ممكن تطلب من المؤسسه انا والله محتاج التلت بتاعي مثلا، وانا هسيب لكم التلتين عشان اكل منها انا واسرتي. الاضحيه لها احكام مهمه جدا، محتاجين ان شاء الله واحده واحده نتعلمها باذن الله تعالى. ان شاء الله باذن الله نشوف كمان تقرير ومؤسسه فذكر. مؤسسة فذكر للتنمية المستدامة اللي بتبحث في كل ربوع مصر عن الأماكن المستحقة للمساعدة من إخواننا اللي ميقدروش يوصلوا المية لحد بيوتهم. المية اللي هي معناها الحياة، اللي ربنا قال فيها وجعلنا من الماء كل شيء حي، وربنا قال فيها كده في وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة. حقيقة جينا هنا عزبة حسين إن إخواننا لهم أبسط الحقوق علينا وإحنا في القرن 21، إن يكون عندهم مية، مية يشربوها تكون كويسة. لأني علشان يجيب مية وهو في العزبة هنا في حسين سليمان هيمشي كيلومترات عشان يوصل المية لحد بيته. علشان كده بقول لحضرتك اوعى تبخل، اوعى تبخل مش على إخوانك، اوعى تبخل على نفسك، لأني الله قال كده ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن شاء الله بإذن الله عز وجل أنا وإنت نكتب في سجل
أحبابنا الكرام معنا أختنا الحاجة كريمة من المنطقة هنا، وكانوا بيعانوا جدا إن هم يوصلوا المية، زي ما قلت لحضرتك بيعانوا جدا على مسافة طويلة جدا، يمشوا مسافة على أقدامهم لأن مفيش هنا في العزبة أي مواصلات إطلاقا علشان يوصلوا لسبب الحياة اللي هو المية. الآن المية أصبحت بفضل الله عز وجل عندهم. معنا الحاجة كريمة، استأذن حضرتك تقولي لي الأول كان بتجيب المية منين، ودلوقتي بفضل الله أساسك إيه بفضل الله تبارك وتعالى؟ استني لما أسأل حضرتك أساسك إيه لما المية أصبحت جنب بيتك على طول. أجمل إحساس إن هم المية جت لحد هنا، أنا كنت بملأ من العزبة من آخر الدنيا وبشيل على دماغي، وهنا دي هتخدم الحتة كلها والله، أجرهم خير اللي عملوها. طيب أنت كنت بتمشي مسافة تقريبا قد إيه؟ أقل حاجة نص كيلو لحد منزل على رجلي ولا كيلو. كله بقى ضغط، كله بيروح يملى من المكان، كل العزبه كده، ما فيش حد بيجيب ميه هنا خالص، ما فيش ميه هنا اللي هو اول بير ده. اول بير في عزبه حسين سليمان كلها صح؟ منطقه كلها هي اول بير ده هي، لا تمام. محتاجين هنا كتير تاني ابار؟ العزبه كلها محتاج والله اجرهم خير ويكون في ميزان حسناتهم ويبارك لهم ربنا كل من ساهم فيه في ميزان حسناتك. زي ما حضراتكم شفتم اختنا بتقول ان فعلا العزبه محتاجه كتير ابار، الناس كلها محتاجه، لان للاسف الشديد الابار هنا في العزبه لا تكاد تكون موجوده اطلاقا. ده اول بير يا اخواننا، احنا بنقول لحضراتكم احنا طرقنا الباب بفضل الله عز وجل، وبنتمنى من اخواننا ان شاء الله عز وجل ان هم يكملوا معانا، عايزين نملى العزبه كلها ابار، لان فعلا بير واحد ما اعتقدش انه هيتحمل الضغط الاعداد الموجوده هنا. فرجاء باذن الله عز وجل بمشيئة الله تبارك وتعالى نعتمد عليكم. شارك معنا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. من إنجازات مؤسسة فذكر وبير المية، وطبعا يعني بتبقى أحلى فرحة وأحلى خدمة مؤسسة تعملها لمنطقة محتاجة. حلو جدا، وإن كان البير عن صدقة جارية عن يوسف بن ماجد، لكن جميل إن الإنسان الناس تفتكره بعد الموت، لكن لا قدر الله محدش افتكر فنعمل إيه؟ يبقى أنت لابد أن تقدم لآخرتك، انت محتاج اللي انت تقدم لاخرتك، انت ما تعرفش وممكن حد يعمل لك ولا ما ممكن تتنسي ولا لا. ولذلك واجعل لي لسان صدق في الاخرين، انت بتعمل الكلام ده لو ما حد يجي يشرب يقول الله يرحم ويغفر اللي كان سبب في البير ده او وصلت المية دي، او حتى لو ما دعاش ده هو كونه بيشرب اصلا فكل ده يصل في ميزاني، يكفي ان الله يعلمك. يعني انت عملت الصدقة دي لله تبارك وتعالى، دي بقى من الصدقات الجاريات الماحيات للسيئات. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا يا رب. آمين آمين يا رب. وإحنا عايزين بس نقول إن الصدقة الجارية دي مش لازم الواحد يستنى لما هو يموت علشان حد يعمله، ممكن محدش يعمله، يعني الواحد يعملها في حياته. يعني كتير من الناس فكر إن هو ممكن لا، طب ليه ما تعملهاش في حياتك. يعني هو أنت المهم تحط البصمة بتاعتك في الحياة. طب أنت بتحط البصمة بتاعتك في الحياة لأن أنا بزرع في الدنيا عشان ألاقي في الآخرة، طب أنا مت هتعمل إيه بقى؟ ولذلك يوم القيامة بقى كل نفس بما كسبت إيه؟ بما كسبت رهين. فهتقول والله أنا متكل على أولادي، ما تعرفش النفوس ممكن تتغير، وبالتالي أنت لازم تقدم لنفسك صدقة، صدقة في الدنيا عشان لما تلقى الله عز وجل مش محتاج أي حاجة من حد أبدا، والصدقة دي تلاقي بقى كل الناس يعني اللي يعني سبحان الله بيستخدم هذا المال اللي أنفقته في سبيل الله عز وجل، كل دي حسنات بيجي لك يوم القيامة، فتلاقي نفسك في درجة كده من درجات الجنة العليا. يا رب في إيه ليه اترفعت الدرجة دي؟ لأنك كنت سبب الصدقات، عداد الحسنات عمال يزداد. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا مات ابن آدم انقطع إيه؟ عمله، خلاص انتهى، بس إلا من ثلاث حاجات، يعني عداد الأعمال شغال والحسنات شغال، إلا وكذلك الأمر الذنوب، يعني الذنوب ممكن يكون شغال
شغال لي واحد عمل حاجة مصيبة في الدنيا وسايبها كده يا جماعة تدر عليا سيئات كده وانا موجود، فعمل سيئات عمالة شغال. واحد تاني يقول لا انا ايه ادخل جهنم ليه؟ فإلا من ثلاث صدقة جارية، ده اللي احنا محتاجينه. احنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهد الكريم، خليني أبدأ كلامي مع حضرتك بسؤال. الصورة التي خلفي توحي بصورة في ذهنك، أنا أعلم أنك أنت تقول أن هي ممكن تكون، وأنا استأذنت إخواننا في التعبير اللي أقوله لحضرتك دلوقتي. الصورة بتقول أنها ممكن تبقى شكلها أشبه بالأرافة أو بالمقابر، عافاني الله وإياك. حقيقة لأن المكان اللي ما فيهوش مية هو زي المقبرة، دي حقيقة، لأن الماء حياة. واللي قال الكلام ده مش حد من الخلق، ده اللي قاله الخالق تبارك وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ومكان ما فيهوش مية يعني مكان ما فيهوش حياة. إن الله عز وجل كما قال علماؤنا: كما استودع الطين أسباب الخلقة استودع الماء أسباب الحياة. مكان فيه مية، مكان فيه حياة، فيه صلاة، فيه وضوء، فيه ذكر لله. ومكان ما فيهوش مية ما فيهوش أي حاجة من اللي عدتها لحضرتك دلوقتي. ومش هينفع نقول وإحنا في القرن 21 لإخواننا في محافظة في منتصف مصر، في بني سويف، في مركز إهناسيا، في عزبة حسين سليمان، نقول لهم تيمموا. الشارع كاملا على مد البصر زي ما تجيب الكاميرا خلفي، الشارع كاملا ليس فيه قطرة ماء. بيخرج أهل الشارع في هجرة جماعية علشان يرجعوا آخر اليوم بمية، اللي هي أبسط مقومات الحياة. علشان كده بقول لحضرتك: بير واثنين وتلاتة يخدموا أهل المنطقة والحي ده كامل، محتاجين أبار كتيرة جدا. ياريت حضرتك تساعد معانا. المؤسسة بتبحث عن الأماكن المستحقة وفيها بنصور علشان أوصل الصورة لحضرتك، علشان نعرف ما لي وما علي، وتعرف اللي ليك واللي عليك. أنا عملت اللي علي ونقلت لحضرتك الصورة، وحضرتك بقي عليك أن تقدم ما عليك. واللي على حضرتك دلوقتي إن كنت ممن استخلفك الله على المال أن تقدم يد العون لإخواننا علشان تقيم في المكان حياة. محتاجين مش بير واحد، محتاجين أبار كثيرة جدا، لأن هذه اللي خلفي بيوت بيسكنها مسلمون، بيقطنها إخوانك عايشين فيها. محتاجين تقدم لهم يد العون. يا رب يتقبل مني ومنك. الصورة قدام حضرتك دلوقتي في الشاشة والأرقام تحت، وعتبخل عن نفسك، ودي حقيقة. اللي بيبخل على نفسه، واللي بيقدم لنفسه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وربنا قال في القرآن: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. اللي أحياها على الحقيقة بأن منع موتها أو قدم لها مقومات الحياة فكأنما أحيا الناس جميعا. يا رب يجعلنا منهم ويعافينا وإياكم. اللي يساهم معانا ينظر أسفل الشاشة، هيلاقي الأرقام، يصورها ويتصل بمندوب المؤسسة يصله أينما كان، أو من خلال أي طريقة للتعامل من خلال المؤسسة، ويجي يشوف بنفسه علشان يشوف الزرعة وهي بتطلع وبتنمو. يا رب يتقبل مني ومنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك معانا واتصل بينا على الأرقام التالية: 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-8، وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا التقرير من أحب التقارير إلى قلبي، لأن ربنا في القرآن قال آية، هذه الآية لو استعشعرناها حقيقة بقلوبنا لتحركت أجسادنا وحواسنا تجاه تنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى. في القرآن الله في سورة التوبة يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إذن الذي يعمر بيت الله عز وجل أيا كان هذا النوع من العمران أو من التعمير، سواء تعمير معنوي أو تعمير حسي، تعمير المعنوي أنك أنت تعمر المسجد بالذهاب إلى الصلاة فيه، وتعمير حسي أنك أنت تساهم في بناء مسجد. أنا عايزك أخي المشاهد الكريم كمان تتخيل معايا أن هذا المسجد قد عمر بإذن الله بالمصلين، لسيما وإحنا في عزبة حسين سليمان تقريبا هو المسجد الوحيد الذي يبنى الآن في هذه العزبة، ولا يخدم عدد كبير جدا بإذن الله من إخواننا من المسلمين من المصلين. كل تكبيرة في ميزان حسناتك لو ساهمت معنا، كل تهليلة يعني تقول لا إله إلا الله في ميزان حسناتك لو ساهمت معنا، كل تحميدة لو قلت، لو واحد قال هنا الحمد لله، كل دعاء في ميزانك. أنا بقول لحضرتك دلوقتي وأنا والله بأسأل الله وأنا في بيته إن إحنا نساهم بالفعل في هذا البيت علشان يبقى ليه حسنات وليك أنت كمان حسنات. المسجد زي ما كما ترون حضراتكم اللي ورايا دي الآن هو المحراب، دي حقيقة لسه ليس في المسجد إلا حصيرتين فقط. شايفين الصورة عاملة إزاي؟ المسجد كما ترون غير مسقوف إطلاقا، وإن شاء الله أحد إخواننا المسؤولين في المسجد هيذكر الاحتياجات بتاع المسجد. المسجد بالطوب الأحمر لازال على هذه الهيئة، لازال المسجد بكر، محتاج منك أي حاجة تقدر، طن حديد، طن أسمنت، اللي تقدر تقدمه قدمه. مؤسسة فذكر زي ما قلت لحضرتك بتبحث عن الأعمال التي تنفعني وإياك في الدنيا وتنفعنا كذلك بين يدي الله عز وجل في الآخرة. أكمل معك التقرير بإذن الله مع أحد المسؤولين في المسجد، يا رب يتقبل مني ومنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهد الكريم، ونحن في منتصف مسجد السلام زي ما ذكرت لحضرتك بالضبط في التقرير. معنا أحد إخواننا المسؤولين عن المسجد واللي بيتابعوا بناء المسجد من أول طوبة علشان تسمع احتياجات المسجد إيه واللي تقدر تقدمه قدمه. لا تحقرن من المعروف شيئا زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لنا كمان اتقي النار ولو بشق تمرة. اوعى تحقر عمل من أعمال الصالحة ولو أقل القليل. إخواننا في المؤسسة هيفتحوا لحضرتك باب التبرع بوسائل سهلة جدا، بفيدافون كاش، بنستباي، بأي وسيلة تستطيع أنك أنت تتبرع لبيت الله عز وجل ولو بالقليل من خلال مؤسسة فذكر. معنا سيدنا الشيخ محمد يقول لنا المسجد محتاج إيه تفصيلا. فضل الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، يعني فضل الله سبحانه وتعالى المسجد محتاج للسقف كامل، والسقف هياخد 9 طن حديد و35 طن أسمنت، والخراطيم الكهرباء والبيبان، وزي ما حضراتكم شايفين المسجد كده فضل الله سبحانه وتعالى ما فيش سقف ما فيش. فالربنا سبحانه، ربنا هنا في الدنيا بيقبل منك بالذرة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. عايزين نكمل بيت ربنا سبحانه وتعالى عشان نعمر بيت ربنا، عشان ربنا عمر بيوتنا إن شاء الله. وفضل الله سبحانه وتعالى زي يعني الناس هنا ناس حالتها على قدها، فالله ربنا سبحانه وتعالى يقدروا حديد اسمه، يعني احنا اللي يجيبوا أي حاجة، البيبان، خراطيم الكهرباء، أسلاك الكهرباء، الأشياء اللي هي يعني بتتم زي ما الإنسان بيبني بيت لنفسه، فكذلك لو يبني بيت لربنا سبحانه وتعالى زي ما سيدنا الشيخ تفضل كده بيت في الجنة، يعني طوبة ذهب وطوبة فضة، لو لميت الكون كله ما يقدرش يبني الملاط مسك. ويعني فاللي يا ربنا سبحانه وتعالى يقدر يساهم بأي حاجة، حتى لو مش لو عانوا الدل على خير كفاعل، لو دليت أخوك على الخير ما يعني ما معكش الذين لا يجدون إلا جهدهم. فإحنا الناس بتجتهد، وناس ما شاء الله ربنا يبارك فيهم في المؤسسة جايين من مشوار وجايين في الشمس وجايين وبيتحملوا كل ده، بيبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. اللي بيعمر بيت ربنا في الدنيا ربنا بيعمر بيته في الدنيا، اللي بيفتح للناس أبواب الرحمة ربنا بيرحمه في الدنيا وفي الآخرة. عايز أقول لحضرتك لو عايز تيجي تشوف بنفسك المسجد محتاج إيه، تواصل مع المؤسسة تبعت لك اللوكيشن،
وتستطيع انك انت تصل المسجد هنا تشوف المسجد محتاج ايه بالظبط. لو عايز تتعامل مباشرة مع الناس مفيش مشكلة عند المؤسسة، المهم ان المسجد بإذن الله عز وجل يكمل علشان انا وانت نرتفع ونرتقي عند الله عز وجل. كذلك انا بوجه رسالة خاصة لإخواننا من رجال الأعمال وأهل الفضل المقتدرين، بدل ما تبني مسجد، المسجد مبني ومحتاج كل حاجة من الألف إلى الياء. التشطيب حقيقة أكثر من عظم المسجد اللي هي الحيطان والعمدان ونحو ذلك، الحيطان والعمدان معمولة بفضل الله عز وجل، لكن التشطيب بيحتاج كتير جدا. مسجد السلام في عزبة حسين سليمان الجديدة، عزبة حسين سليمان الجديدة، مسجد السلام في مركز إهناسيا في محافظة بني سويف بيخدم عدد كبير جدا، ما فيش غير المسجد ده. يا رب يتقبل مني ومنك بإذن الله عز وجل. أنا بس كنت عايز أستأذن إخواننا إن إحنا نصور سيدنا ونزيع. تفضل تفضل. يا رب يتقبل مني ومنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك معنا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. من أنشطة مؤسسة فذكر هو بناء المساجد وإعادة بناء المساجد وترميم المساجد. عايز أقول طبعاً أرقام تليفون مؤسسة فذكر موجودة على الشاشة طول فقرة الخير اليومية، لو أي حد عايز يتواصل معاهم علشان يشارك في أي نشاط من الأنشطة أو في حالة من الحالات اللي بنزحها في تقارير البرنامج. طبعا يا شيخ احمد احنا شفنا دلوقتي تقرير المساجد، وعايزين طبعا تعليق حضرتك يعني انه ازاي ان الواحد يساهم في اعمار بيت ربنا على الارض ثوابه كبير. طيب شوف اخوانا، انا كنت قاعد بكتب كده شوية حاجات في تعدد النيات للمسجد ده. انا واحد راح اصلش شوف لو ساهمت في بناء مسجد راح اصلي، فتخيل راح اصلي فناخد ثواب، ثواب الصلاه وخلاص وما الى ذلك، والراجل اللي ساهم ده هياخد الثواب. تخيل بقى لو انسان بيعدد هذه النيه، انت كمان هتساهم، ها يبقى واحد راح يصلي فهيعدد النيات دي، فكل ده هيكون في ميزان حسنات المتصدق اللي قاعد في بيته وفي عداد من حسنات. طب انا رايح الجامع، رايح المسجد، في ناس بقى بصلي بس، هو في نيات تانية يعني في حسنات؟ طبعا الصحابه كانوا تجار نيات، سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول وإنما لكل امرئ إيه ما نوى. طيب هعمل إيه يا مولانا؟ أنا رايح عشان أقعد في الجامع. تقعد في الجامع ليه؟ فإنه طاعة، ويمكن الإنسان إن هو ينوي فيه نيات كتيرة جدا عشان يكون من فضائل أعمال المتقين، زي إن هو أنا عارف أنا بعمل ده لأنه بيت من بيوت رب العالمين سبحانه وتعالى. النية التانية ده أنا رايح عشان أزور، زي ما بزور صاحبي وزور بيت صاحبي وبتاع، لا ده أنا بزور بيت ربنا سبحانه وتعالى، وأنا محتاج أن أنا أرجو ما وعدني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قاعد في المسجد فقد زار الله تعالى. طب وبس كده؟ لا، وحق على المزور أن يكرم زائره، ده نية. شوف بقى لما تتصدق كل ده. الحاجة التالت، عشان الراجل اللي هيصلي ده يا مولانا المغرب نوع بال صلاة العشاء، فانتظار الصلاة بعد الصلاة ذلكم الرباط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة اللي بعد ده، أنا بعمل المسجد ده عشان اللي عاوز يعني يقول لك إيه، أنا محتاج اللي أنا يعني أقعد لوحدي كده أعتزل الناس، فده من باب اعتزال الناس، واعتزال الناس عبادة. نيات كتيرة جدا ممكن نكملها إن شاء الله في فقرة تانية بإذن الله تعالى. إن شاء الله بإذن الله. بشكرك يا شيخ أحمد وبشكر مشاهدينا، وأسيبكم آخر تقرير في حلقتنا النهاردة مع مؤسسة فذكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في محافظة بني سويف، وفي هذه المرة حالة تدل على مدى كون أمة الإسلام أمة واحدة، زي ما ربنا قال في القرآن وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وزي ما علمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن للمؤمن كالبنيان،
يشد بعضه بعضا، كلنا مسلمون يجمعنا الإسلام حتى ولو تفرقت الديار. إحدى أخواتنا الفلسطينيات من غزة، واللي سمت بنتها كذلك غزة، أختنا أم غزة حلت بها الرحال على أرض هذه البلدة في عزبة حسين سليمان علشان أهل الفضل يدوها قطعة أرض تعمل عليها بيت. كل ده مما خلفته الحروب. يا رب يعم السلام كل بلاد أهل الإسلام. خلفت الحروب بعض الحالات اللي لازم نشد أزر إخواننا ونقف جنبهم في حالتهم. بفضل الله عز وجل أهل الفضل وصلوا معاها للبيت على الهيئة اللي حضرتكم شايفينها، هيئة بدائية جدا. لازال البيت خالي تماما، ولازال البيت بدائي، حتى السقف بتاعه من الحطب، ولازال البيت محتاج سقف، سقف من الحطب لأوضة واحدة أو أوضتين في البيت. لذلك أنا بعمل دلوقتي لقاء مع أختنا أم غزة، اسمع منها، ولما تيجي إن شاء الله بإذن الله عز وجل تشوف الحالة، تشوف هويتها، بطاقة الهوية بنفسك علشان تعرف بتتعامل مع مين، وعلشان يطمئن قلبك إني أنا عينك اللي بتجد لك الحالة المستحقة على الحقيقة، عشان تشوف الزرعة بتاعتك بتحطها فين، الزرعة اللي تنمو بعد كده بإذن الله عز وجل ليس لها ثواب إلا بإذن الله عز وجل الجنة. معنا أختنا أم غزة، اسمع منها. اتفضل يا أختي. السلام عليكم. أنا عاوزة بس من الحرب من غزة، أنا قلت إحنا في غزة ملناش بيت، وكلهم كلهم استشهدوا، كل عائلة استشهدت، ما فيش غير ضلة بتبني في غزة، ما فيش. أنا قلت أنا بدي أجي بيت مساعدونا للناس إنه يبنوا لي، بس قطعت بس ما قدرتش أكمل. حبابنا الكرام، هي أختنا مش قادرة إن هي تكمل كلامها، ولكن اللي أنا فهمته إن كل الأهل استشهدوا، زي ما هي بتقول كل الأهل استشهدوا ولم يبقى إلا هم. جم على مصر الأهل، أهل الخير عملوا المكان اللي حضرتكم شايفينه، يعني لو أطلقنا عليه بيت مجازا هو عبارة عن سور حوالين غرفة. إحنا عايزين نكمل هذا البيت لإخواتنا، إخواتنا الفلسطينيين اللي بيعانوا دلوقتي. يا رب يعافينا ويعافيكم، ويجعل مصر دايما أرض أمن وأمان وسلام واطمئنان. الكاميرا هتجيب لحضرتك البيت محتاج ايه، ده محتاج بيت علشان يبقى بيت. الكاميرا هتجيب لحضرتك، اوعى تبخل، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، هذا باب من ابواب الجهاد. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم، وفي مقابل ذلك بان لهم الجنه، بان لهم الجنه. احد علمائنا المفسرين بيقولوا المشتري هو الله والبائع هو انت. المشتري هو الله والبائع هو أنت، والسلعة هي الجنة اللي قال عنها سيدنا النبي: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. لو عايز وإن شاء الله تشارك معنا بإذن الله عز وجل ولو بأقل القليل، تشارك في حالة أختنا أم غزة، يا رب يحرر غزة وفلسطين كلها. لو عايز تشارك معنا انظر أسفل الشاشة هتلاقي أرقام، الأرقام ديت صورها وتواصل مع المؤسسة علشان توصلك تشوف الحالة بنفسك، أو تتواصل مع الحالة من خلال المؤسسة علشان أخذ أجر زيك بالضبط. يا رب يتقبل مني ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك معنا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-8، وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت.